للمزيد حول بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن مقتل وإصابة 5 أشخاص في منطقة المزارع بمحافظة صلاح الدين، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الحميد العاني وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة. أهلا بك سيد عبد الحميد. بداية، جريمة جديدة بحق 5 من المدنيين في صلاح الدين وتحديدا في منطقة المزارع. هذه الجريمة ليست الأولى بحق المدنيين في محافظات ومناطق محددة في العراق، لسيما وأنها تأتي بعد أيام من مجزرة الفرحاتية. كيف تقرؤون المشهد مع تعدد هذه الجرائم وتكررها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع مشاهديكم الكرام. نحن نتحدث عن جريمة ضمن سلسلة من الجرائم الممنهجة، وحينما نتحدث اليوم عن هذه الجريمة في هذا اليوم أو في هذه المكان، فإننا لا نعني بذلك أن بقية أنحاء ومدن وقرى العراق بمنأى وبمأمن عن مثل هذه الجرائم، لكن ربما هذه هي التي طغت اليوم على السطح وبرزت في الإعلام. ولا بد هنا أن نشير إلى أن مثل هذه الجريمة هي ليست جرائم فردية أو بمعزل عن منهج تتبعه هذه الميليشيات والأجهزة الأمنية الرسمية تجاه المواطنين في عدة مناطق من العراق، ولكن ربما تتركز على هذه المناطق تحديدا طريق بغداد إلى صلاح الدين لما تتمتع به هذه المناطق من خيرات كثيرة، وهنالك منهج مدعوم إيرانيا تنفذه الميليشيات في العراق والأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية بسبيل تطهير عرقي لهذه المناطق والسيطرة على ثروات هذه القرى. دكتور عبد الحميد، يعني جريمة المزارع ارتكبت أمام نظر القوات الأمنية كما تعلم ويعلم السادة المشاهدون، ومع ذلك لم تحرك هذه القوات ساكنا. بما تفسر هذا السلوك الذي تكرر خلال الفترة الأخيرة من قوات موجودة من المفترض حتى تحمي كل العراقيين دون أدنى تفرقة؟ رسميا هنالك تفرقة بين الأجهزة الرسمية الحكومية وهنالك أجهزة أو قوات ميليشياوية، لكن عمليا في العراق ويعرف ذلك القاصي والداني في العراق وحتى المتابعون للشأن العراقي المنصفون يعلمون أنه عمليا لا يوجد فرق بين هذه الأجهزة وهذه الميليشيات. فالأجهزة الرسمية الحكومية هي متكونة من الميليشيات، والميليشيات براياتها وألويتها هي حكومية، لأن قادتها هم في الأجهزة الرسمية الحكومية سياسية كانت أو تنفيذية. نعم. في البيان الذي أصدرتموه أنتم في هيئة علماء المسلمين أكدتم أن هذه الجرائم مقصودة للحيلولة دون عودة أبناء المحافظات المنكوبة إلى ديارهم. من خطط لهذا السلوك ومن المستفيد منه برأيكم؟ تفضل. يعني هذه الجرائم هي ليست قريبة العهد، وإنما هي منذ سنوات طويلة، بل منذ السنوات الأولى للاحتلال الأمريكي، والجميع يعرف ذلك ويشخص بأن إيران هي التي تقف وراء مثل هذه الجرائم المقصود بها التطهير العرقي لهذه المناطق، ولا سيما بحزام بغداد وما حولها وبعض المناطق الزراعية الغنية. وهذه الميليشيات والأجهزة الحكومية الرسمية هي أدوات لتنفيذ مثل هذه المشاريع الممنهجة. طيب دكتور عبد الحميد، يعني ما هو أثر مثل هذا السلوك منع النازحين من العودة لمنازلهم وترهيب أهالي مناطق بعينها؟ ما هو أثره على فكرة السلم الأهلي باعتقادكم؟ السلم الأهلي يعني شعارات ربما ترفع هنا وهنالك مجرد للاستهلاك الإعلامي كما يقال، أما عمليا فهذه الكل الذين انتموا إلى هذه العملية السياسية من قريب أو بعيد هم يسعون أو ليس يسعون وإنما يباشرون ويعملون وبجد وجه اتهاد إلى بث الفرقة والفتنة في الشعب العراقي و محاربة هذا السلم. فلا سلم في العراق بوجود مثل هذه الأجهزة وهذه الأنظمة التي تعمل بإمرة الاحتلال الأمريكي والإيراني. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.